أعرف تنسيق محافظتك في التمريض. لو كنت محافظة القاهرة، الأقصر، بني سويف، جنوب سيناء، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الشرقية، سوهاج، بورسعيد، شمال سيناء، القليوبية، دمياط، أسيوط، الوادي الجديد، المنوفية، الدقهلية، مطروح، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان، السويس، اسكندرية، المنيا، جنة الغربية. وكمان في خبر صار في الفيديو ده عن تنسيق قبول تمريض، انخفض انخفاض كبير عن السنة اللي فاتت، زي ما انخفض تنسيق سنة وتوقعت لكم قبل كده في الفيديو. الحمد لله توقع جميع 100% مع تنسيق محافظة الغربية. اتكلم كمان عن التمريض العادي والتمريض العسكري. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على كلمة كل، ولو عندك اي تعليق سيبهولي وانا هرد عليك ان شاء الله. ما تنساش كمان دعمني باللايك. هنبدأ بس بالشروط الجديدة، الشروط الجديدة اللي وضعتها وزارة التربية والتعليم. طبعا حصول الطالب على انا طبعا هقول المختصر، انا مش عارفكم، عارفكم مش بتحبوا التطويل يعني. حصول الطالب على مجموع عالي يؤهله للقبول. طبعا ده بينزل كل محافظه لها مجموع. طبعا الطالب لازم يكون مصري ويحمل الجنسيه المصريه، ما يجلش عن 15 عام وما يزيدش عن 18 عام. دي الشروط الجديده اللي وضعتها وزاره التربيه والتعليم 2021. كمان أن يجيد اللغة الإنجليزية ويحصل على مجموعة عالية فيها. طبعا يا جماعة الحاجات دي بتبقى سورية، يعني ما يعني ما توقعوش إنه يجيد اللغة الإنجليزية يعني يكون عبقري يعني في اللغة الإنجليزية يعني، بس بحابب أوضح الناس بتقلق يعني من الحاجات دي. يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا والأكثر سنا أولا ثم الأدنى. طيب بعدين في مجموعة اختبارات، كافة الاختبارات الطبية لازم يكون لائق طبيا، الاختبار النفسي، ويجرى فيه اختبار الطالب نفسيا ومدى اتزانه وعدم معاناته من اي امراض نفسيه. والاختبار الشخصي عباره عن مجموعه من اختبارات من قوه الملاحظه والشخصيه والوزن والطول. والاختبار الطبي يشمل الهيئه والنظر والباطنه والمخدرات وغيرها من الاختبارات الهامه. طيب بعدين الا يكون الطالبات البنات لازم يكونوا مش متجوزين، مش كده وبس، لازم خلال الفتره اللي هم هيبقوا فيها في التمريض ما يتجوزوش. ده شرط اساسي يعني، هو مش موجود بس ده شرط اساسي. انا دخلت على اللينكات بتاعه المدارس نفسها. وكمان يجتاز المقابلات الشخصيه. خلينا بقى في المهم، وهنقول لكم دلوقتي حالا الطلبات المطلوبه بطريقه سريعه وبعدين هنخش في التنسيق. طيب صورة بطاقة ولي الأمر وست صور شخصية للطالب 4 في 6، شهادة حسن سير وسلوك ودي بتيجي من المدرسة اللي أنت كنت فيه، شهادة ميلاد أصلية وثلاث صور منها شهادة أصلية من نتيجة الإعدادية من المدرسة، إيصال مرفق لولي الأمر وحافظة بلاستيكية. طبعا دي كل يا جماعة الأخبار، سواء المستندات المطلوبة أو الشروط اللي يجب توفرها. هنخش بقى في الجزء المهم وهو تنسيق كل المحافظات إن شاء الله. تابع معايا بس الفيديو الآخر عشان تعرف التنسيق، وأنا هتابع معاك وقولوا لي رأيك في التنسيق. طيب كفر الشيخ هتبقى 220، تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 220، لسه كمان هقول التمريض العسكري، تابع معايا يعني الفيديو الآخر. تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية بمدارس المنيا هيبقى 212، تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 في اسكندرية هيبقى 215. حابب بس أقول ملحوظة صغيرة، إن ممكن في اسكندرية التمريض يبقى في مكان من 215 ومكان تاني يبقى 225، بس احنا هنا بنقول اللي هو الحد الأدنى، ودي سهلة، أنت ممكن تجيب وصل نور وتاخد إيجار في المكان اللي أنت حابب تروح فيه أو المكان اللي أنت حابة تروحي فيه. طيب تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بالدقهلية 244، تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بمدارس الجيزة هيبقى 200 درجة، تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بمدارس سوهاج هيبقى 220 درجة، تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بمدارس الإسماعيلية هيبقى 215 درجة. طبعا دي كل التنسيق التمريض العادي اللي نزلته جريدة الوطن وكمان جريدة صدى البلد، ده اللي نزله. وانت عارفين الجرائد المقربة دي بتبقى مقربة من الدولة، ولحد ما بتبقى التنسيق بتاعها واضح. تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية بمدارس السويس 220،
تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بمدارس الوادي الجديد عند 220 درجة، وتنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بمدارس الأقصر هيبقى عند 199 درجة. طيب يبقى زي ما أكدت تاني وبأكد إن ده على عهد جريدة الوطن جريدة صدى البلد. هناخد معانا كام محافظة تاني نكملهم وبعدين هنتكلم عن التمريض العسكري. تابع بس معايا الفيديو للآخر عشان نشوف باقي التفاصيل. طيب تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بمدارس أسوان هيبقى 205 درجة، تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية بمحافظة الجيزة هيبقى عند 200 درجة. طيب دي معظم محافظات الجمهورية، يعني نقدر نقول اللي نزلتهم جريدة الوطن وجريدة صدى. هنتكلم دلوقتي عن التمريض العسكري. التمريض العسكري، طيب مبدئيا كده يا جماعة مفيش تمريض عسكري بعد الإعدادية، اتلغى القرار ده من 2015، يعني من 7 سنين. يعني أي حد يقول لك في تمريض عسكري بعد الإعدادية تقول له الكلام ده غير صحيح. طب ايه هو اللي موجود لو حد حابب يخش، مثلا حابب يخش في السلك العسكري؟ في حاجات كتيره بس انا هتكلم النهارده على الحاجه اللي مجربه للتمريض، اللي هو معهد معاون الامن. معهد معاون الامن ده بيخرج بعد الاعداديه، ده اللي هو اللي بيسموه تمريض العسكري حاليا، يعني نقدر نقول هي نسخه مصغره منه، معهد معاون الامن. طبعا معاون الامن اللي هو بيعاونوهم في اي شيء، ده اللي هو الخاص بالتمريض العسكري. مفيش حاجه اسمها تمريض عسكري دلوقتي، واتلغى القرار ده من 2015، اتلغى من 2015. طيب احنا عندنا كده مجموعه كبيره من شفنا كل المحافظات بتاعه التنسيق. عايز بعد ما تسمع الفيديو تشوف هل انت شايف ان الدرجه دي مناسبه للمحافظه بتاعتك، وهل انت شايف ان انت ممكن تدخل التمريض، هل انت حابب ان انت تدخل التمريض ولا تكمل ثانوي. في ناس كتيره بتقول ان انا مش عايز اخش ثانوي بالنظام الجديد ده اللي هو موجود، لانه نظام متعب والطلبه بتشتكي من التابلت والطلبه شكوا عايزين بدائل تاني. انا ان شاء الله برضو في الفيديوهات القادمه هنزل لكم ان شاء الله بدائل للثانويه، في بدائل كويس خالص خالص. تابعوا معايا وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس على كلمة كل، عشان إن شاء الله هنزل لك بدائل حلوة جدا ومدارس مجزية وحلوة للناس اللي مش حابة تدخل سنة، مش كده وبس، والناس كمان اللي هي لم توفق وجابت مجاميع مش حلوة. أتمنى إن أكون وفقت، إن أنا وصلت لكم كل المعلومات. بالتوفيق للجميع، وأتمنى لكم يا رب كل خير وسلامة ودايما موفقين ومتميزين.